قبل؟ هي حتى كلمتك على الواتساب قبل. حققت الاحلام في شيء من الواقع؟ في شيء هي صار. الحمد لله ان شاء الله دوم. خبريني شو المشاركه اليوم؟ حلمت بنت خالة أمي، هي متزوجة، بس في طيب الحلم هي تبى تزوجني لزوجها طيب يعني، وتبى تدخلني إني أشوف أنا نظرة شرعية. وهي تقول إن في الحلم إن يعني هي تبى تختار زوجة لزوجها بنفسها، هي مختارتني أنا عشان أكون يعني كشخصية حلوة أو فرفوشة معاه بهالطريقة يعني. هو كان متردد في موضوعي أنا إنه يشوفني، وحاليا هي أساسا مريضة تعبانة يعني. وبس انت هذا الحل. اعتقد مخطوبة صح؟ لا آنسة. كم عمرك؟ 24. آخر خطبة صار فيها مشكلة اعتقد ولا لا؟ سابقة. يعني هي طب ناسي كده، انا احاول اتذكرك، مش غريبة عني انت. عيد الحلم مرة ثانية. بنت خالة أمي، هي متزوجة تبى تزوجني لزوجها، وهي مختارتني أنا شخصيا يعني بنفسها، مختارة الزوجة عشان لأنها تشوفني مناسبة له، طيب وتبغاني أشوفها نظرة شرعية. فقط، هاي وفي الواقع في منها الشيء هذا؟ لا كيف علاقتك فيها في الواقع؟ يعني علاقة سطحية، هي بعيدة عنها مش قريبة وايد، بس هي يعني صديقة أمي وايد. شو اسمها؟ آمنة. يعني ممكن يؤخذ اسمها في المرة هذه ان هي في راح يتكلموا ناس عنكم او يسألوا عنكم كقاربها او كمعارف معها، وهي ترد بأمانة تقول ان البنت زينة ومحترمة وتخاف ربنا وتستاهل كل خير وغيره. فهو على الاغلب الحلم في ناس يسألون عن بنات الزواج، وهي راح تتكلم عنكم بطريقة وعنك انت بالذات بطريقة حسنة. هذا اذا وقع الحلم وكانت رؤية صادقة. بعض الاحلام يسمونها احلام التخاطر، تعرف شو يعني لطيفه احلام التخاطر؟ يعني قولي لي شو يعني؟ اللي هو حديث النفس يعني، لا تخاطر، مش عارفة. تخاطر انه يكون احد يتكلم عنك او يسولف عنك في نفس الوقت انت تحلمي في كلامه. ربما هي كان يتكلم عن زواجك او عن حياتك، انه شو صار فيكي، هل حد خطبك ما حد خطبك، فعقلها ارسل موجات، عقلك استقبلها وحللها على انها تبى تزوجك او تبى تخطب لك او غيره. يعني عقلك استلم هل حصل موجاته. في مرضها؟ هي حاليا تعبانة وفي المستشفى. لا لا ابدا ابدا، اذا بعيد الشرع عنها شو ما يصير فيها ما له علاقه بالحلم. اما انها تكلمت عنك او حد تكلم عنها قدامك فانت عقلك لقط الاشارات والكلام، واما انه احد سال عنك في الايام الماضيه وسبحان الله شو اسمه مدحت فيك كلام طيب، وربما تعرف فيها شيء في المستقبل بس ولا هي اعلم عن الله. ذكرت قبل يعني من زمان، من سنة، أن مثلا هي تباني لزوجة لولدها. يمكن بعد تفكر بالشيء هذا لانها مريضه، بالنهايه هو تخاطر. يمكن هي بعد تفكر، بس ولدها تزوج ولا لا؟ لا والله يمكن مع المرض. انت اسمعي مني، اذا تبي نصيحتي روحي زوروها انت ووالدتك، تمام بتلاقي تفسير الحلم قدام عينك. تمام واضح كلامي؟ هلا محمد منور البث يا محمد، يلا يعطيك العافيه لطيفه. الله يعافيك، شكرا.